الحمد ايه لله. اللي حصل السنة دي؟ يعني سنة صعبة، انت عارف من اول السنة سنة صعبة شوية، لكن يعني انت عارف من بعد تخلي إدارة مصر المفاصة عن النادي الوضع بقى صعب جدا، وسابت ديون كتيرة جدا على النادي. فالنادي يعني انا شايف ان مصر المقاصة بيقدم نموذج محترم، يعني مصر المقاصة بيضحي بحاجات كتير جدا في سبيل ان هو يقدم شكل جيد في الكوره، وانه يحترم نفسه ويحترم تعاقداته. والموضوع ده يمكن يكون مش واضح لكتير من الناس، لكن كان سهل جدا علينا نجيب لعيبه باسعار كبيره او كواليتي عالي، ويبقى عندنا ازمات ماليه، وبيحصل في الدوري وبيحصل في اماكن كتير يعني، وما تدروش مستحقاته وتقول هاجلها لك بقى شويه ومعلش واللعيبه تتمرد ويحصل مشاكل ونفضل نروح ونيجي، واحنا بصراحه مش حامل الكلام ده، مش عايزين الكلام زي ده. زي ما بيقولوا كده، انت اشتغلت على قد الجيب. لا، حاولت تحترم نفسك، حاولت تقنن الاوضاع، حاولت يعني انت عارف احنا كان عندنا بعد لما شركه مصر المقاصه سابت النادي سابت ديون كتيره جدا، فابتدينا نسدد يعني في الديون اللي كانت علينا. كانت فكره معالي النائب وليد هويدي انه يبتدي يسدد اللي علينا. وشفت السنه مثلا اللي قبل اللي فاتت بعنا لسيراميكا كليوباترا 6 7 لعيبه، بتتكلم مثلا في 35 مليون. يعني ناس كتير تسال الفلوس دي راحت فين، الفلوس دي اتسددت يا جماعه في الديون اللي سابتها علينا مصر المقاصه. وكل سنه بنبيع بنحاول ان احنا نسدد اجزاء من اللي علينا. كان علينا انت بتتكلم مثلا في 74 مليون، عن تخيل ديون يعني، فانت هتقف على رجليك ازاي؟ فبالتالي انت بقالك سنتين بتحاول انك تصحح الاوضاع وما فيش حاجه عليك. وبعدين يمكن معظم اللعيبه يعني اللي احنا اللي بنطلع نقول اللعيبه ليها فلوس عندنا، ما فيش لعيب بيطلع يشتكي او يطلع يقول، احنا المسؤولين اللي بنطلع نقول ان احنا علينا فلوس لبعض اللعيبه، واحنا بصدد ان احنا ان شاء الله نجادل. اوريدي عملنا الكلام ده، اوريدي بنسدد طبعا، لكن الموضوع طبعا صعب جدا. فالسنه دي انا شايف انه ده يمكن الدوري الاصعب، كنا اتفقنا على القصه دي قبل كده، الاصعب في خلال 10 سنين اللي فاتوا. الدوري ده كنتش اتمنى ان الدوري الاصعب احنا ننافس فيه بالظروف دي، كنت اتمنى كنا نبقى ظروفنا اللي قبل كده، لكن ادينا بنحاول. مقص يعني كم سنه في الدوري؟ المقاصة احنا صعدنا 2009 2010، وكان الكابتن احمد عبد الحليم كان معانا في المنتزه، كنت انا اول سنه ليا في نادي مصر المقاصة، وصعدنا مع بعض 2009 2010، ولحد النهارده 13 سنه في الدوري الممتاز. يعني في الفتره دي احنا، انا فاكر احنا صعدنا احنا ووادي دجله وسموحه في نفس الموسم، اعتقد حققنا ارقام جيده جدا. يعني احنا وصلنا لتاني الدوري 2016 مع كابتن ايهاب جلال، كنا تاني للدوري، ولعبنا دوري ابطال افريقيا، ولعبنا كونفدراليه كم مره. انت عارف هو الواحد زعلان ليه؟ حال زعلان على حال مصر المقاصه دي، انه مصر المقاصه دايما الفريق من 13 سنه اللي له بصمه، اللي يلعب مع الاهلي والزمالك لا يضايقهم، اللي ينافس زي ما حصل في موسم الكابتن ايهاب جلال. فايه اللي يعرف ما هو لا هو هو اللي حصل مجبرة اللي حصل ده مش حاجه يعني مفاجاه، وده طبيعي جدا. لكن في النهايه احنا برضو بنؤدي بشكل كويس، في النهايه احنا عندنا تجربه يعني السنه دي مختلفه تماما. في النهايه السنه دي برغم كل الكلام ده، لو جيت تدور على يعني النادي الوحيد اللي فيه لعيبه تقدر تشتريها او تقدر تقدم لها عروض رسميه في الدوري، هم لعيبه مصر المقاصه. يعني النهارده بتتكلم في هشام حافظ احسن باك رايت في الدوري بلا منافس، ارقامه بتقول كده. يعني احنا بنتكلم في التحليلات الفترات الاخيره، شركات التحليلات، ولد عنده 20 سنه 21 سنه بيلعب منتخب اولمبي اساسي، احسن باك رايت في الدوري، متفوق على لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز. الكلام ده يعني رقم مش تحيز يعني. عندنا محمد مجدي عاره من الاسماعيلي، اكتر جول عمل تصديات في الدوري. يمكن احنا ظروفنا في وقت مثلا كنا بنلعب بشكل دفاعي شويه، فده يمكن ظلمه شويه، لكن يعني ظهر بشكل كويس جدا. محمد محسن ليلى جبناه من سموحه بقد بشكل كبير جدا، علي فتحي من الانتاج الحربي، لا لعيبه كتير جدا، حلاوه، لا في لعيبه كتير، حسام عبد الواحد، فهمي، الظرف من اللعيبه اللي جبناها من الاسماعيلي برضه هيبقى عشان حافظ حد اتكلم عليه من انديه كبيره. طبعا جالنا عروض رسميه لكل اللعيبه دي، كل اللعيبه جالها عروض رسميه يعني. يعني امه ما شاء الله، ولد برضه من ناشئين النادي، من ولاد النادي، صبيحه، لا منعم، كل الناس يعني.